بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. إذن خصصنا هذه الحصة إن شاء الله في سلسلة الدروس في قانون المسطرة المدنية لهذه الدورة التكوينية للمسطرتين على مستوى المحاكم الابتدائية، ويتعلق الآن بالمسطرة الكتابية والمسطرة الشفوية في قانون المسطرة المدنية. إذن وهذه هي حالات وقضايا معينة تشملها المسطرة الكتابية، وحالات وقضايا تشملها المسطرة الشفوية. وعندما نتحدث عن المسطرة الكتابية فإننا نتحدث عن الكتابة، أي عن الدعامات الورقية، أي أننا نتكلم عن طريق الوثائق، وهذه الوثائق تعتبر هي لب هذه المسطرة، لأن افتتاح الدعوة والمضي فيها في مراحلها يكون عن طريق الأوراق. تنتكلم ويتم افتتاح الدعوة أولا عن طريق مقال مكتوب، ثم الأجوبة على هذا المقال أو التعقيب على المذكرات الأخرى، سواء كانت مذكرات جوابية أو تعقيبية في إطار ما يسمح به القانون، تكون عن طريق الإتيان بالوثائق، ولا حاجة لإعمال الشفوية أي الأقوال وإلى غير ذلك عندما يتعلق الأمر بالمسطرة الكتابية. والأصل أن القانون المغربي، قانون المسطرة المدنية، واسع جدا من نطاق تطبيق المسطرة الكتابية. إذن تقريبا في كل القضايا باستثناء القضايا التي ستذكر في المسطرة الشفوية هي التي بقيت معمول بها في إطار المسطرة. لذلك المعنى بالمسطرة الكتابية لأن الادعاءات طرفين يتم تدوينها على مستوى وثائق أو أوراق، ويتم وضعها لدى المحكمة، يتموضعها لدى المحكمة. إذن خلافا لذلك فلا يمكن وضع هذه الأقوال في الجلسة أو أمام المحكمة بصورة شفوية، معناه أن استبعاد لكل ما هو علاقة ما له علاقة بالأمور الشفوية في المسطرة الكتابية. إذن المسطرة الكتابية، ودائما قلت أن الأصل هو المسطرة الكتابية لما تسهله من ربح للوقت في القضايا، وما تمكن القاضي سواء كان مكلفا أو مقررا أو هيئات الحكم من تكوين قناعة ومن التأني في إصدار الحكم ومن الرجوع إلى تلك الوثائق وأخذ الحكم بنوع من التريث ونوع من التربص. لذلك أمام إيجابية هذه المسطرة، وقد عمل المشرع المغربي على تميمها تقريبا في كل القضايا على المستوى الابتدائي يتحدث. أما على مستوى المحاكم الإدارية والتجارية فإن الأمر يتعلق بمسطرة كتابية، ولا مجال لإعمال الشفوية أمام المحاكم الإدارية والتجارية. وسنرى بأن تطبيق المشرع له بعض مبررات من المسطرة الشفوية. إذن الأصل أن تتم هذه المسطرة لسهولتها وإيجابيتها، ولسهولة الأطراف للاطلاع الأطراف على وثائق خصوم وما أدلون به الخصوم في مذكرتهم أو في مقالاتهم ومذكرتهم إلى غير ذلك. كما أن هذه المسطرة لها أطار أخرى تتعلق بما بحضور الأطراف من عدمهم، إذ حضور الأطراف هو بمجرد الإدلاء بمذكرته جوابيته وتعقيبه، وليست العبرة بحضور الشخصي، وإنما الحضور
بجوابهم وما سيدون به من دفوع سواء كانت في الشكل أو في الموضوع أو دفوع بعدم الاختصاص إلى غير ذلك. وهذه الدفوع يضعونها في مذكرة ويطلعون عليها المحكمة. والعبرة هنا بما أثروه على المستوى الورقي وليس ما سيدون به. لذلك فالعبرة هنا بالمقالات والمذكرات وليست العبرة بالحضور الشخصي كما قلت. وهذه المسطرة الكتابية من الإيجابية كذلك أنها تمكن الأطراف من الاطلاع على كل مجريات الدعوة لدى كتابة المحكمة والرجوع إلى المستندات المتبعة إلى الوثائق إلى الاطلاع. أما بالنسبة للمقالات والمذكرات فتكون مساوية لعدد الأطراف التي يتم التبليغ ديالهم بها أو أنهم تسلموها من كتابة الضبط. إذن هذه المسطرة الكتابية إجراءاتها تتسم بهذه الإيجابية: أما الاطلاع على القضية، مراقبة القضية، سهولة إلى ذلك. بالنسبة للمسطرة الشفوية، أبقى المشرع المسطرة الشفوية في قضايا جد ضيقة تعلق الأمر بتلك القضايا التي تبت فيها المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا، أي حكم يكون من انتهاء صدر المحكمة الابتدائية، ثم القضايا أعتقد قضايا طلاق تطليق النفقة، ثم أعتقد القضايا المتعلقة باستيفاء ومراجعة الواجبات الكلائية، ثم قضايا الحالة المدنية، ثم أعتقد قضايا اجتماعية. إذن هذه القضايا هي على سبيل الحصر ولا يجب التوسع فيها. لاحظنا أن قضايا الأسرة الطلاق تطليق النفقة غير ذلك تكون بصورة كتابية، مثلا إثبات النسب، وإن تعلق بقضايا في إطار الأسرة أحوال، نحن نعلم أن الأسرة فيها قضايا الأحوال الأسرية، فيها الميراث، إثبات النسب، فيها النفقة، الحضانة إلى غير ذلك. إذا نأخذ هذه ما يندرج في إطار قضايا الطلاق تطليق النفقة هذه بصورة شفوية، غير ذلك فإنها تكون في إطار مسطرة كتابية. إذن وجب رفع المقال مكتوب موقع عليه من المطلق النفقة، غير ذلك تكون بصورة كتابية، مثلا إثبات النسب، وإن تعلق بقضايا في إطار الأسرة أحوال، نحن نعلم أن الأسرة هي قضايا الأحوال الأسرية، فيها الميراث، إثبات النسب، فيها النفقة، الحضانة إلى غير ذلك. إذن نأخذ هذه ما يندرج في إطار قضايا الطلاق والمطلق النفقة هذه بصورة شفوية، غير ذلك فإنها تكون في إطار مسطرة كتابية. إذن وجب رفع المقال مكتوب موقع عليه من المدعي أو نائبه لدى كتابة الضبط. للمسطرة الشفوية أبقى المشرع المسطرة الشفوية في قضايا جد ضيقة تعلق الأمر بتلك القضايا التي تبت فيها المحكمة ابتدائيا وانتهائيا، أي حكم يكون من انتهاء صدر المحكمة الابتدائية، ثم القضايا أعتقد قضايا طلاق تطليق النفقة، ثم أعتقد القضايا المتعلقة باستيفاء ومراجعة الواجبات الكلائية، ثم قضايا الحالة المدنية، ثم أعتقد قضايا اجتماعية. إذن هذه القضايا هي على سبيل الحصر ولا يجب التوسع فيها. حتى لاحظنا أن قضايا الأسرة الطلاق تطلق النفقة غير ذلك تكون بصورة كتابية، مثلا إثبات النسب، وإن تعلق بقضايا في إطار الأسرة أحوال، نحن نعلم أن الأسرة فيها قضايا الأحوال الأسرية، فيها الميراث، إثبات النسب، فيها النفقة، الحضانة إلى غير ذلك. إذن نأخذ هذه ما يندرج في إطار قضايا الطلاق تطلق النفقة هذه بصورة شفوية، غير ذلك فإنها تكون في إطار مسطرة كتابية. إذن وجب رفع المقال مكتوب موقع عليه من المدعي أو نائبه لدى كتابة ضبط المحكمة. إذن هكذا تتم المسطرة الكتابية.
الشفوية تكون عبارة عن طرح شفوي، لذلك أبقى المشرع في المادة 31 من قانون المشتريات المدنية عند طرق رفع الدعوى وتقييد الدعوى، هناك طريقة الكتابة وهناك طريقة الشفوية. هذه الطريقة الشفوية لا نجدها في المحاكم التجارية والإدارية. إذا إما أن يكون هناك مقال مكتوب موقع عليه، إما أن يكون تصريح شفوي يجي به لدى أحد أعوان كتاب الضبط. إذا التصريح الشفوي يكون في القضايا التي ذكرتها، وهي التي أبقى مشاريع أعتقد الفصل 45، وهي التي أبقى فيها المشرع المسترات شفوية، لذلك هذه المسترات الشفوية تبقى في هذه القضايا فقط. السير في نظر القضية أي جلساتها تكون بصورة شفوية، ولكن مسألة أخرى لابد أن نشير فيها، لأن لابد أن نشير إليها، أن الإدلاء بمذكرة كتابية في إطار مسطرة شفوية فهو مأمول به على المستوى الواقع العملي، وهو محمود. إذا هو ما دام أن الإعمال بالمذكرات الكتابية في مسطرة الشفوية فهو محمود به، ولكن تبقى أن المسطرة هي شفوية، تبقى أن المسطرة شفوية. ذلك أولا وجب حضور شخصي، بالنسبة ليس العبرة بالإدلاء بما ورد في المذكرة، ولكن العبرة بالحضور الشخصي على أين؟ ليس كالمسطرة الكتابية التي تعتبر فيها أن الحضور لا يعني لا فائدة منه، وإنما الفائدة هي بالإدلاء بمذكرة، وإنما على عكس ذلك أمام المسطرة الشفوية فإننا نكون أمام حضور، وجوب حضور، وجوب الحضور بالنسبة لطرفي الدعوة. إذن هذه الخصوصيات، الاختلاف بين المسطرتين. إذن الحضور بالنسبة للمسطرة الكتابية لا يفيد إلا عند الإدلاء بمذكرة أمام المحكمة، أما بالنسبة للقضايا الشفوية فإن الحضور وجوب الحضور أطراف الدعوة بحالة إدلاء أحد الأطراف بمذكرة جوابية في مسطرة شفوية فلا حاجة لحضوره، إذن لا حاجة لحضوره، حاجة لحضوره. ذلك العبرة بالنسبة للمسطرة الشفوية بالحضور الشخصي، أما العبرة في المسطرة الكتابية فهي بتقديم المذكرات الكتابية. وهذه الأمور لها دور أساسي في تحديد ما إذا كان الحكم الصادر وحكم حضوري أو غيابي. إذ أن في النسبة للمسطرة الكتابية العبرة بتقديم المذكرات وليس بالحضور الشخصي، على عكس المسطرة الشفوية إذ يجب الحضور الشخصي إلى الجلسة على إيد. إذن إذا تم استدعاء الطرف في مسطرة كتابية ولم يدلي إلا بمذكرة وحضر شخصيا إلى الجلسة فلا فائدة من حضوره في الجلسة، ويعتبر كأنه غائبا عن الجلسة ولم يحضر. لذلك فقانون المسطرة المدنية عند تنظيمه المسطرة الكتابية والشفوية حاول إلى أبعد حد الإبقاء على المسطرة الكتابية باعتبارها القاعدة العامة، واستثنى تلك القضايا التي في الفصل 45 منه نظرا لبعض خصوصياتها كذلك تلك القضايا ولبساطتها بطبيعة الحال، فإنه ترك فيها المسطرة بصورة شفوية. ومن آثار هذه المسطرة قلت العبرة بحضور الطرف. إذا تمييز المسطرة الشفوية عن المسطرة الكتابية في مدى، نقول تمييز هذه المسطرة بين الحضورية والشفوية على اعتبار أن العبرة بحضور الطرف أو بإدلائه بمذكرته إذا كانت المسطرة كتابية. هذا
هذا الاعتبار لحضور الطرف له أثر كذلك بالنسبة لوصف الحكم، هل هو غيابي أو حضوري، أو بمثابة حضوري وهي حالة أصبحت قليلة جدا، الحكم بمثابة حضوري وهي حالة ضيقة. لكن في قانون المسطرة المدنية الاعتبار أن تم تعديله إلى غير ذلك، فإن لا حاجة صراحة لإعمال هذا الحكم غيابي أو حضوري، لكن يفيد في بالنسبة للقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف كذلك مفيد. لماذا؟ قلت لأن الأحكام الصادرة بصورة غيابية هي قابلة للاستئناف، إذا من شرط التعرض أن لا يكون الحكم قابلا للاستئناف. وتقريبا كل الأحكام الصادرة عن محاكم ابتدائية هي قابلة للاستئناف، إذا استبعدنا أن قضاء القرب لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، بقي لنا حالة واحدة وهي عندما تبت المحكمة الابتدائية بصورة ابتدائية وانتهائية. هذه الجزئية من الجزء من القضايا البسيطة هي التي تقبل التعرض أمام المحكمة الابتدائية إذا صدرت بصورة غيابية. إذا لذلك المسطرة، من آثار المسطرة معرفة العبرة بالحضور، معرفة العبرة ثم معرفة أثر هذه العبرة. مثلا في مسطرة كتابية، إذا تقدم المدعي دون نداء بمذكرة أو بمستنتجات أو إلى مذكرة في ذلك أو بجوابه في ورقة، فإن لا يعتد بحضوره الشخصي في الجلسة، ويصدر الحكم في هذه الحالة إذ حجزت المحكمة القضية للمداولة. فإن منطوق الحكم سيكون بأن في جلسة كذا تغيب الطرفان، وفي المحضر سيكون تغيب الطرف. أما إذا أدلى فيقول بأن وأدلى بمذكرة كذا إلى غير كذا. إذا إدلاء هو العبرة بإدلاء بمذكرته وليس بحضوره الشخصي. لذلك فإن ما أن يصدر الحكم في مواجهتي بصورة غيابية، ولذلك ما معنى الحكم سنناقش حكم غيابي، أو أن يصدر الحكم بصورة حضورية. ما هي آثار الحكم الغيابي؟ قلنا يقبل التعرض. ما الحكم الحضوري؟ الحكم وهو يقبل الاستئناف على أي؟ هذه نقطة أولى. إذا كان هذا الحكم صادر عن المحكمة الابتدائية باستثناء القضايا الابتدائية انتهائيا عن المحكمة الابتدائية فهي تقبل الاستئناف، إذا لا حاجة لوصفها بأنها بصورة. إذا هذا من جهة لا حاجة لوصفها بكونها غيابية ولو أن الوصف مفيد. الحالة الثانية التي نتحدث عنها أن هذا الاستدعاء إلى الشخص وفق ما تنص عليه المادة 36 أعتقد من قانون المسطرة المدنية، تم الاستدعاء بصورة قانونية ولم يحضر، هذا يكون عندنا حكم غيابي، تصدر حق الحكم غيابي. يكون عندنا صدور حكم غيابي. علاش؟ لأنه يكون تحرم من حق دفاعه أمام المحكمة الابتدائية وفاتته درجة من درجات. لماذا الأحكام غيابية؟ هي كجزاء تخلفك رغم توصيلك توصلا صحيحا وفق المادة 36، تحرمت من حق التعرض تعديل قانون المسطرة المدنية، ولو أنه حكم غيابي تمشي للاستئناف. ذلك ولو أن الحكم صدر بصورة في الاستئناف، معناها أننا نكون أمام استئناف لحكم غيابي. التعرض تبقى عندك الحق في إثارتي، أنت يكون عندك التعرض، يكون عندك الغياب. هنا بقت هذه إشكالية، ولو أن مثلا بقى هذا الحق هذا، يكون عندك الحكم صدر بصورة غيابية في حقك ودرتي له التعرض، أنت درتي له التعرض، تبقى أن الدعوة أنها أعيدت من جديد. إذا بكل من الاستدعاء إلى الدفع، من كتكون عندنا دعوة بصورة غيابية فيها الاستئناف، التي يسقط حقك في بعض
الدفء التي لم تثرها في المرحلة الابتدائية. ولو أن في بعض الحالات أعطى المشرع للمتعرض والذي ثبت أنه صدر حكم في حقه بصورة غيابية أن يتمسك ببعض الدفوع، ببعض الدفوع ليس كاملة. الآن واحد نقطة أساسية هنا يجب تمييزها، بعد العمل القضائي إذا ثبت للمحكمة أن أنت تبلغت بصورة شخصية إلى الشخص نفسه، هناك نطير أن الأحكام الغيبة تكون في مواجهة المدعى عليه أو المستأنف عليه. أما المدعى المستأنف عنده جزاءات أخرى سأناقشها. الجزاء للمدعى عليه، المدعى عفوا، وأنه حاضر بمقال افتتاح الدعوى. لكن بعض الحالات أن المحكمة ناقش بدات المدعى، في بعض الحالات أن المحكمة تغيب رغم استدعائه، ولا تتوفر المحكمة على عناصر أساسية لإصدار الحكم. إذن هنا يتم إلغاء الدعوة، هذا جزاء نناقشه الآن. لكن نرجع، جزاء إذا الجزاء بالنسبة لتخلف المدعي ليس هو الجزاء بالنسبة للمدعي، لذلك صدور الحكم وغياب من الحضور فهو في مواجهة المدعي عليه، يعني دائما ترجع المدعي عليه. إذا العبرة بحضور المدعي عليه أو بغيابه. قلت الحالة التي يبلغ فيها المدعي عليه بصورة شخصية ولم يحضر، قد نتقبل عدم حضوره بالنسبة للتبليغات الأخرى، هذا التبليغ أنه تبليغ شخصي ولم يحضر، هو الجزاء ديال التخلف ديالو في هذه الحالة. ما هو الوصف ديال الحكم؟ بالنسبة لهذه الحالة التي قلت التوصل الشخصي وعدم الحضور، جزاء لك، هي جزاء كجزاء تخلفك في هذه الحالة لعدم حضورك، أن هذا أمر قضائي بالحضور بطبيعة الحال من سلطة قضائية، وأنت توصلت بصورة شخصية وشهادة، قلت شهادة تسليم مقابل أنت وقعتها وأنت هو اللي أخذت إلى غير ذلك. هنا تصدر المحكمة في حقك حكما بمثابة حضوري ولا يعتبر غيابا، غيابي تكون باستثناء كل التوصل القانوني باستثناء التوصل الشخصي، التوصل الشخصي تكون في الحكم بمثابة حضوري، طرق استدعاء الأخرى تكون غياب باش تولي دعوة التعرض باش ميسقطش الحقوق ديالك الأخرى. اللي علاش تحكم عليك بمثابة؟ تحكم عليك أولا لأنك أمر قضائي ما نجدتش المحكمة استعترت به، ثانيا الجزاء ديالك عجاني أن هذا الحكم يقبل استئناف، بالتالي خاصة بالنسبة لك كان قرار، وبالتالي سقط حقك في إثارة الدفوع الشكلية والدفوع بالأحسن، تبقى عندك الحق التمسك بالدفع الشكلية الواقع أثناء المشترى في محكمة ديال الاستئناف، وكذلك الدفع في الموضوع، الدفع التي سبقتك من دفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحكمة الابتدائية، وما عاب المشترى في المرحلة الابتدائية والدفع الشكلية إلى غير ذلك، وما جرى من خرق مشتري أضر بك في الدفع الشكلي لم تعود لك الحق بالتمسك فيه، تكون عندك مرحلة ثانية من مرحلة التقاضي. إذا هذا جميع الحقوق ديالك اللي تعطيها في المرحلة الأولى التقاضي، الدرجة الأولى التقاضي، ما غاديش تستفد منها، على عكس اللي تصدر في حقه حكم غيابي عنده الحق التعرض، تأتي تعرض وتأتي تفتح له المجال أمام إثارة هذه الدفوع، ولو أن جزئيا تتحرم من بعض الدفوع، هذا الفرق. بالنسبة للنقطة كنت غادي نناقشها هي تغيب المدعي،
بدايتي يتغيب. لا الأصل أننا لا يمكن لا يمكن أعتقد في المسطرة الكتابية أننا نقول أن المدعي تغيب، لأن الأصل أنه حاضر بمقاله الذي تقدم به، لكن الأصل أنه تغيب في المسطرة الشفوية. شنو هو الجزاء؟ الجزاء تخلف المدعي عن الحضور وعدم مواصلة تنديرو تشتبه الدعوة في أفق إلغائها إذا لم يرغب المدعي في مواصلتها، لم يطلب مواصلة الدعوة داخل أجل ديال شهرين تنغيوها. التنادي يدخل، هذا هو. لذلك الحكم، وصف الحكم بدون حضور أو غياب يوم بمثابة حضوري، هو في مواجهة المدعي عليه، مش المدعي. المدعي نعتبره حاضرا في المسطرة الكتابية بمقاله، ونعتبره في المسطرة الشفوية إذا حضر، أما إذا لم يحضر فإن الجزاء هو تشطيب القضية من الجلسة، ثم ننتظره إلى جاء وبادر وأبدى رغبته في إتمام الدعوة، تنعين جلسة جديدة واستدعاء جديدة. ما قامش برغبته داخل الأجل ديال الشهرين فإنها تلغى الدعوة تطلق. لذلك هذه ضرورة تمييز. لماذا المسطرة الكتابية والشفوية؟ لأن عندها أثر على مستوى الحكم الصادر. من يكون عندها أثر على مستوى الحكم الصادر تعطينا وصف الحكم. وصف الحكم يعطينا طرق الطعن. طرق الطعن تبين لنا ما يمكن من حقك من إثارته من دفون. مثلا مستوى السينما قبل أنصح حق الدفوع الشكلي لما كنت في المرحلة الابتدائية. هذا. لكن صراحة في التعديل ديال القانون المسطرتي المدني، وباش تقريبا نوضح أنه في التعديل مبقاش عندنا حكم صادر، المحكمة الابتدائية تقبلنا التعرض. لماذا؟ لأن من شروط التعرض أن يكون الحكم قد صدر بصورة غيابية في مواجهة المدعى عليه. ثاني شرط ثاني أن لا يكون قابلا للاستئناف. ونتي رجعوا المادة 12 18 19 تلقوا أن جميع الأحكام تقريبا باستثناء الذي تبث فيه المحكمة بصورة ابتدائية منتهية، المحكمة الابتدائية بصورة منتهية هو اللي يمكن في الاستئناف، لأن كل الأحكام تدل قبل الاستئناف، سواء أمام غرفة استئنافات في المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف. حالة أخرى أن تعدد مدة عليهم تعطينا ثاني وصف آخر للحكم، تصدر تتم استدعاء تحضر عدد من المدعيين تغيب العدد الآخر. في الحالة تنديرو إعادة استدعاء متحضروش تولي هنا عندنا تيصدر في حقهم حكم بمثابة حضوري في حقهم. إذن حكم بمثابة حضوري تنتخيلو في حالتين، يا تكون عندنا استدعاء شخصي لم يحضر الطرف المدعي عليه، وتكون عندنا تعدد مدعي عليه استدعاء أطراف مدعي عليهم ولم يحضروا. وهذا تيقول الفصل 47 أعتقد، وأنا ما شرش إلى ضرورة التوصل الشخصي بالنسبة للمدعي عليهم عند تعددهم. علاش؟ لماذا؟ هذه تسأل البعض لماذا؟ تنوصف الحكم في مواجهة تعدد الأطراف تنوصفه بمثابة حضوري، ولو أن الأطراف بعض حضر وبعض الآخر لم يحضر. لماذا؟ لا يمكنش نمارسو طريقين للطعن، أن الذي صدر في حقه بصورة، إلا مشينا وصفنا حنا الحكم حضوري أو غيابي، اللي تغيب ونوصفه غيابي واللي يحضر ونوصفه حضوري، غادي يمشى المدة عليه التي تضرر، غادي يمشي يدير لنا استئناف، فهمتي؟ والآخر اللي غاب وتضرر غادي يدير لنا التعرض، إذا تيكون أمام قضية، ولكن هي في الطور الابتدائي وفي الطور الاستئنافي معا، وهذا لا يمكن تصوره. لذلك كي لا يصدر حكما متناقضا، حكم متناقض مع قرار في قضية واحدة، ماشي لكي يصدر، يعني في نفس التوقيت أو لذلك المشرع
حطنا إلى هذه المسألة، ولكن نعتبره حكما بمثابة حضوري في مواجهة الأطر المتغيب وحضوري، بالتالي كلاهما يقبل الاستئناف، كلاهما غيمشي المرحلة ديال أمام محكمة الاستئناف، وهما غادي يمارسوا طريق واحد من طريقتان هو الاستئناف، إذا غنظر فيه محكمة واحدة.